مع فاطمة كراي. مكالمة هاتفية ونهار سبت عشية، اش فما؟ اش صار؟ المكالمة الهاتفية اللي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الخارجية الأمريكي عشية السبت الفايت وقع عليها لغط وكلام متناقض وبرشا فرحة وبرشا حزن من كثير من الأطراف. اللي ظن روحه أنه هو الأمريكان يدافعوا عليه وبش يحطوه في البلاصة هذيك، واللي استاء لأنه رئيس الجمهورية معناها المفروض أنه ما يقبلش الكلام هذا أو المكالمة على الأقل من وزير الخارجية، حاصلوا لغط كبير وكلام كبير. اللي المكالمة هذه كلام متشنج وناقد من قبل أطراف سياسية وإعلامية في البلاد، وفما اللي قاعدين ربما يهديوا في الأمور ويقولوا لا ما صار شيء. الموضوع مهم ويستحق النظر والتدقيق. كيفاش؟ عايشين سيديا شد عندك. هذا وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يكلم رئيس الجمهورية التونسية نهار سبت عشية اللي هو نهار عطلة. طبعا هو عشية عندنا احنا، صباح عندهم هما. اش فما؟ لازم فما حاجة قوية دفعت رئيس الدبلوماسية الأمريكية باش يقص على كونجيه في الويكاند ويطلب رئيس دولة أخرى مستقلة، وما فماش حاجة اللي ربما تحرق له شعيره. لازم فما سر في الحكاية، يا أنجيسو غوش يا أنجيسو غوش. احنا نقوله بالعربية في الترجمة إن لا في الأمر سر، ولكن كن ترجموها بالدارجة دي متامو فما لفعة تحت الصخرة. باش نشوفوا احنا شكليا كان شي ممكن انه رئيس الجمهورية ما يقبلش المكالمة على اساس يا اخي هاوكا عندك نظيرك سيل جيراندي برا امشي تكلم معه، يظهر لي ما كانش ممكن، وانه مقام الرئيس ما هوش مناسب باش بالتليفون يتكلم معه وزير خارجية. حيلا وزير الخارجية نجم يستقبلوا رئيس الجمهورية في قصر قرطاج، إنعم يبدأ حامل رسالة إلى آخره، أما باش يكلم وزير خارجية رئيس جمهورية هذه فيها أمور أخرى. يا سيدي مش ممكن، على خاطر كيف نطلعوا على فحوى البيانين اللي صدروا على رئاسة الجمهورية وعلى وزارة الخارجية، مش وزارة الخارجية، على وزير الخارجية، تحس اللي وزير خارجية أمريكا مزروب باش يبلغ كلمتين للرئيس أنه الأمريكان الإدارة الأمريكية معنية بتونس، وأنه عندك في تونس مهمة واحدة قد يكون هذا نقوله الإصلاحات ورفع التحديات في ظل الشفافية، وهوكا تشالنج اللي سماه هو والتحديات رفعها تقول واشنطن يلزم تكون اقتصادية واجتماعية وسياسية، يعني باكج واحد، ما عندكش اقتصادي برك ولا اجتماعي برك وسياسي برك. اي نعم، وعليش طوى ما كانش ممكن انه يستناو شوية لنهار الاثنين مثلا نهار اليوم؟ اي باهي، وما كانش ممكن انه المكالمة ما تخرجش فحواها ويتفقوا على اساس انه ما يخرجش الكلام؟ لا، الامريكان حبوا يخرجوا مش في بيان رسمي كيف مريتوا، انما من خلال تويتر لوزير الخارجية. يعني اليوم الأمريكان ما همش يتدخلوا فينا وما همش يتدخلوا في شؤوننا، على خاطر كي يولي بياني يولي كاينهم يتدخلوا في شؤوننا بطريقة فجة. ولكن هنا نقولوا موسى الحاج مش حاج موسى، هيك علاش وزير الخارجية الأمريكي عمل تويتر تويت على تويتر باسمه الخاص وقال هكا بالحرف الواحد، أنا قلت وأنا طلبت وأنا أجريت المكالمة مع الرئيس وكذا، وتكلم الحقيقة بطريقة فجة، بأنه كي ترجعوا للكلمة متاعه في التويتر تلقاوها قال ذير هناك، يعني على تونس، مش قال تونس مثلا ولا الجمهورية التونسية. الأمريكان بالعريضة كشفوا مرة أخرى اللي تونس تحت مجهرهم، وأنهم مش قادرين ومش حابين باش يسلموا فيها، وأنهم الآن ماسكين زمام المتغيرات في تونس. تونس امتاعنا هكا حبوا يقولوا ربما لفرنسا تحديدا، والأمريكان كينهم يقولوا أضرب الحديد مدام سخون. شنو هو؟ وأنه الفرنسيس لهين بانتخاباتهم، من هنا المال القادم، وإحنا تونس راهي امتاعنا والتغييرات هذه الكلها يلزمها تتم عن طريقنا إحنا. به الأمريكان زادة باش يفهموش الجماعة هنا أن المكالمة الهاتفية جات على أساس أنه في عوض سعيد راهم باش يرجعوا للمنظومة ما قبل 25 جويلية، قولوا لهم ما ضمضوا أبدا، هذا
مستحيل، لأنه الأمريكان ديما ماشيين القدام وديما ما يرجعوش التالي، ما يكشفوا عليها أمورهم إلا كيف يركزوها، وبالتالي ماذا بيكم تمضمضوا كما قلت لكم، لأنه الأمريكان عندهم خطط أخرى ما يلعبوش راهم وما يكشفوش أسرارهم. أما بالطول ونحكي هنا طول على المكالمة، كأنه فيها حزم رافض لمقترح الرئيس بتكوين شركات أهلية. قيمة القيامة هذه يرى هذه زادة اللي باش تقلب السيستام، راهو الأمريكان ما يوافقوش عليها. قد يكون هذا اللي تكلم فيها على الشفافية وتكلم فيها على الشؤون الاجتماعية وتكلم فيها على السياسية. هذا طبعا بعد ما الصناديق والهيئات المالية تبرمت من حكاية الشركات الأهلية، وقبلها لفامي والبنك العالمي قد يكونوا أعطاوا ديكونسيني لتونس وقالوا لهم راهو لا سبيل إلى تنفيذ القانون 38. يعني رئيس الجمهورية في أنه رفض قانون 38 مش هو رفضه وحده، لأنه هو كانوا وختموا قبل فعلا. اليوم فهمنا اللي فما لفعة تحت الصخرة، وأنه الأمريكان اليوم متمكنين من تونس، وأنه أي متغيرات ستكون تحت المجهر متاعهم، أحب من حب وكره من كره. لكن احنا وين المجتمع المدني؟ احنا قعدنا في ثنائية أو الأمريكان يدافعوا على هذوما 24 جويلية وهما ما يدافعوش عليهم، وهاو الأمريكان مساندين الرئيس وهما مش مساندين. ولهذا فإنه مرة أخرى البيانين أو الخبرين يأتيان من واشنطن ومن تونس ما همش متوافقين.